سأبدأ بمن قال شاعر أردني شاعر فلسطيني حمل هم القضية وهم الوطن هم فلسطين هم دمشق هم الأوطان جميعها ورسخ في شعري وقال قال كل الذي قد جاءنا أو عربد متجذرون هنا على طول المدى هذه طوائفنا وهذه أرضنا متعايشون كنائسا ومساجدا هذا ينادي للصلاة مكبرا ومؤذنا ومهللا وموحدا وهناك أجراس الكنائس أعلنت صوت المسيح إلى السلام ممهدا كل الذي قد جاء إن ولاءنا لله كل الذي قد جاء إن ولاءنا لله يبقى قائما متجددا. دعوني أرحب بالشاعر المحامي. يعني أنا مهما قلت ماذا أقول عن الشاعر راغب القاسم وشهادتي بك مجروحة قدمتك في من 2016 وأنا أقدم بك وما زلت أنت في بريق عينيك يعني هذا البريق الذي أحس ما زلت شاقا حقيقة. إذا دعونا نحيي الأستاذ راغب القاسم أهلا وسهلا في الأستاذ راغب. يعني هذه راحة من فكرة طبعا هو اللي أسس جمعية بداية جمعية شعاع الفكر العربي وكان هدفها الأول إعادة إحياء اللغة العربية حقيقة. أستاذ راغب أهلا وسهلا فيك وأمتعنا في قصائدك. بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع في هذه الأيام لا الشعر يفيد ولا الكلام يفيد المفيد الوحيد والنجحة والبندقية والشهيد. طبعا قالوا لي أنا قصائد غزلية يعني وقت الآن مشوار غزلية نتغزل بس بالوطن أهم من الغزل الإنساني. أقول كفانا أيها الأعراب خلفا كفانا نساء كفانا انقساما كفانا ما أشاع الغرب فينا ومزق شملنا غربا وشاما فبتنا بين آهات الحياة ووهم الوحدة الكبرى أياما فلا وطن يجمعنا نراه ولا لغة توحد ما ترامى فيا شوقي وأيض الله إني أرى شعرا ولا أجد سجاما أكاد أشك أنك من تميم وأن الشعر زاد بنا مقاما وأني يا عربي في لساني وأن الشعر زاد بنا احتراما قرأتك ذات يوم في قصيد فزاد بي الهوى واصددت قاما إلى ما الخلف بينكم إلى ما أجبني أيها السالي إلى ما أجابتني هنالك من بعيد وقالت ذاك بل كفرا بل حراما يجمعنا كتاب الله دوما ونحن إلى الهوى سرنا لئاما يجمعنا كتاب الله دوما وتأبى أن يكون لنا إماما ممزقة مرابعنا شطايا ونسعى كي نزيد بها انقساما. بعض القصائد هنا عن الوضع اللي احنا فيه مع الأسف يعني حذاري أيها العرب حذاري أيها العرب هذه القصيدة عند ثلاث أيام ودي أحكي عن مشكور كان عادي مخطب السيسي
رئيس أكبر دولة عربية بالحق الواحد، وقاهرة مكتب القاهرة مليانة الناس حاطين غير عقالة. أنا مدير الكرسي ده اللي بيجي هنا حاطه لهم، الكرسي تاعي ده ممنوع حدا يشوف. فكتبت هذه القصيدة حذاري أيها العرب من الكرسي تقترب، حذاري إن رأيت يدا إلى القامات تنتسب. أنا التاريخ لا غيري، أنا التاريخ لا غيري سأكتبه وبي أرب. أنا فرعون، أنا فرعون لا غيري لي الكرسي ينتسب. أنا فرعون لا غيري أتيت لكم ولي طلب، كراسي الحكم لي صنعت ولي وحدي ستكتتب. حذاري إن رأيت غدا غريبا جاء ينتخب، ويسعى جاهدا وليها إلى عبدين يقترب. قصر عبدين يعني. ويسعى جاهدا وليها إلى عبدين يقترب. سأقطعها أقول لكم حذاري أيها العرب، يخون العهد منتقد، ومن يوما سيقترب من الكرسي أو قربي سيبكيه وينتحب. حذاري فالهوى غضبي، حذاري أيها العرب. اليأس، تكاد النفس أن تهوى الحمام وتأبى العيش ذلا وانقساما. فقد هانت بساحتها الأماني، وأمسى العدل في الدنيا حراما. يكدر سقوها حقد ولؤم، ويبى الطامعون لها مقاما. وكان مقامها صهوات خيل تجوب الأرض تقتاد الغمام. ولما أن تقلبت الليالي وصار حلالنا فيها حراما، وأمست أمة الأعراب صرعا وبات حداتها فيها لئاما. نقتل بعضنا بعضا ونمضي إلى المجهول بغضا وانقساما. يقبلنا رعاة المال، يقتلنا رعاة المال جمعا، وكل في حمى صهيون حاما. وزاد نزيفنا بالجرح عمقا، وبكنا لا نرى فيها فيه التئاما. فيا ربا انقذنا وصلنا من العرفان مكروهه تناما. على اقدار امتهم اقاموا لهم مجدا وما حفظوا الذماما. وضعنا بين مجد واحترام، وما عشنا بدنيانا احتراما. بناة المجد لازلنا سكارى بمجدكم، وإن صرنا حطاما. بناة المجد لا الأقصى سليم، ولا أرض الشآم غدت ركاما. وكل الناس في مصر استقروا، وكل العز في السودان داما. وفي بغداد ما زالوا الغيارى، وفي الأردن ما زلنا النشامى. وفي لبنان ماء العطر دوما يرشرشه الرئيس على الأيام. شوارعه مزمرة بورد تفوح بعطره غربا وشاما. سياسيوه أفضل من رأينا، تراثيون أقحاح قداما. فلسطين التي ذهبت وضاعت وأمست بالتفاوض كاليتامى. فنحن بناة دولتها، ولكن إذا منح اليهود لنا سلاما. بناة المجد لازلتم أسودا، ونحن وراءكم دوما نعاما. خذوا من خيرنا نفطا وتبرا، ومن أرزاق أمتنا طعاما. ويكفينا فتاة إن وجدنا، ويكفي الشعب أن تبقوا عظاما. خذوا ما شئتم منا، ولكن دعوا للشعب أرضا كي يماما. وعشنا بين موت أو حياة،
نعاني ذل قهرا وانقساما. أقول لكم وقد ضاقت علينا رحاب الأرض واشتدت ظلاما، على دقات طبلتكم رقصنا فما لنا ثوابا أو وساما. وأسعدنا بأن عشتم عظاما ويفرحنا بأن تمسوا عظاما، فيا شوقي وأيم الله إني أراك على المدى فينا إماما، تعاتبنا وتسألنا لماذا إلى ما الخلف بينكم إلاما. فما سمع الجميع نداء حر أرى لهم لجرحهم التئاما، فعذرا في معارضتي إليكم وعذرا إن تجاوزت المقام. هم الأعراب لا تأسف عليهم أشد الناس كفرا وانتقاما، أكاد أراك يا شوقي أمامي بهذا العصر نقداما هماما. وشكرا.